طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش. كابتن طارق مساء الخير. اهلا كابتن سيف، زي صحتك؟ وحشنا يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ وانت اكتر والله يا كابتن سيف، الحمد لله. ليه اخدت قرار الرحيل مبكرا عن طلائع الجيش؟ سؤال كان نفسي اساله لك من زمان. انت عارف ان احنا في الانديه دي طبعا بنبقى مكلفين، والقرار مش بايدينا، فانت بتيجي بتكليف وبتمشي باستئذان طبعا. من وجهة نظر حضرتك كلنا كنا فكان متوقع. القرار في الفتره دي معاك كابتن، اتفضل يا كابتن مع فكان حضرتك. القرار من اتجاه طبعا مجلس الاداره، بقول لك فكان القرار من اتجاه مجلس الاداره. تمام، شايف حضرتك ان القماشه الحاليه لطلائع الجيش، الحقيقه طلائع الجيش عامل فريق جاي من بدايه الموسم وابتدت نتائج تتحسن. لا، مش جيدة جدا، ويمكن أنا نقلت الكلام ده طبعا لمجلس الإدارة، والولاد أظهروا معدن جيد في مباراتين الكاس، وكان قبل كده مع طبعا مع كابتن عبد الحميد في مباراة بيراميدز، في سيمي فاينال مع الزمالك تغلبنا على الزمالك، في النهائي مع الأهلي يمكن ضربات الترجيح كانت في اتجاه النادي الأهلي، لكن الولاد قدموا مباراة جيدة جدا جدا، ويمكن أنا قلت لهم إن هم فعلا يستحقوا مكانة جيدة جدا في الدوري، خاصة بعد ما أظهروا نفسهم بشكل كويس في مباراة الكاس أمام فرقتين كبار زي الزمالك وزي الأهلي وزي بيراميدز. هم يستحقوا المكانة دي، الكواليتي بتاعت اللعيبة كويس جدا جدا، لكن يمكن أنت لما بتخطط لشيء ممكن الأمور ما تمشيش بشكل جيد. كلنا توقعنا، أنا أولهم، إن احنا نعمل بداية جيدة مع بداية الدوري، لكن في ظروف حالة طبعا الكورونا طبعا شغالة ورايا بشكل كويس جدا، يعني ضربت 8 أساسيين من الفرقة، ويمكن القانون طبعا أو اللائحة اتغيرت، لأن دلوقتي أنا اللائحة أنا بسمع عنها 5 لاعبين، كان في الوقت اللي أنا ماسك فيه حتى في المصري كان بيشترطوا 14 لاعب كانوا يصابوا عشان تأجل المباراة. فطبعا 8 لاعبين أساسيين في الفرقة بعد ما وصلنا لتشكيل معين، خاصة الفترة كان قصيرة 20 يوم عشان تخش على الدوري بما فيه مباراة الكاس، ما فيش شك طبعا أداء الفريق ونتائج الفريق تأثرت بشكل كبير جدا. كابتن النهاردة الحمد لله أنا شايفهم بيأدوا بشكل كويس بعد ما الولاد كلهم تعافوا في المباراة الأخيرة، وإن شاء الله أنا شايف لهم مستقبل كويس جدا جدا جدا، ويستحقوا مكانة كويسة. رأي حضرتك في أداء النادي الأهلي، رأي حضرتك في وجود النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، رأي حضرتك في موسيماني مع النادي الأهلي؟ شوف كابتن سيف، طبعا يعني كلنا ما فيش شك بنتمنى النادي الأهلي في بطولة زي دي، بطولة كبيرة، أولا بيمثل النادي الأهلي ممثل أولا للكرة المصرية والكرة الإفريقية بصفته حامل اللقب. مفيش شك طبعا كلنا بنتمنى إن احنا إن النادي الأهلي يأدي بشكل كويس، خاصة في المباراة القادمة أمام الدحيل، عشان دي اللي هتأهله لمباراة بايرن ميونخ اللي هي الليفل المفترض الأعلى. فأتمنى إن هو يعني، وأنا واثق ده من يعني تماما، إن الولاد متحملين المسؤولية ودايما بيشرفوا كل جماهيرهم اللي الناس مستنياهم، خاصة ان طبعا دولة قطر في الشك طبعا يعني بتعج بالجماهير الاهلاوية خاصة والمصرية، كلهم هيشجعوا النادي الاهلي، وانا شفت يمكن الاستقبال الكبير جدا من الجماهير هناك في قطر للنادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله يكون النادي الاهلي حاضر زي ما كان حاضر قبل كده، وباذن الله تعالى يشرف الكرة المصرية والكرة الافريقية في البطولة دي. موسيماني انا شايف ان هو بيأدي بشكل إيجابي مع الفرقة، ماشي بخطى ثابتة، نتائج بتتحسن مفيش شك. الفترة الأخيرة يعني إن كان بتتكلم على التعادلين اللي تعادلهم النادي الأهلي، ده وارد جدا جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في البطولة القادمة يعني البطولة كأس العالم الأندية ديت بإذن الله كمان يكونوا حاضرين بشكل كبير جدا ويحققوا طموحات جماهيرهم. مين الأقرب للدولة يا كابتن سالي من وجهة نظر حضرتك فنيا؟
لا انا ما اقدرش اقول مين الاقرب حاليا لان طبعا المشوار طويل، لكن البدايات بتقول ان المنافسه يعني ابتدت تبان دلوقتي، يعني ملامحها بين الفرقتين او القطبين الاهلي والزمالك. ويمكن كان في رهان على بيراميدز ان هي تخش من الفرق اللي تنافس السنه دي، لكن انا اعتقد ان في الاخر هتنحصر بين الاثنين دول. الزمالك السنه دي بيقدم موسم استثنائي مع باتشيكو، الاهلي كالعاده بينافس على المركز الاول، والصراع هيفضل بين الاثنين للاخر. ده يعني من وجهه نظري. ان شاء الله باذن الله كابتن، نتمنى لحضرتك كل التوفيق في القادم وكل التوفيق للكره المصريه، وبتشرف دايما بوجود حضرتك معايا. شكرا يا كابتن سيف وتحياتي ليك. مشكورك شكرا جزيلا كابتن طارق العشري، واحد من الشخصيات المحترمه جدا اللي بتشرف دايما بوجوده معايا، واحد من المديرين الفنيين الكبار. ان شاء الله باذن